ويبينار النهارده تجربة رائدة، هو ويبينار مشترك ما بين الأطباء المصريين والأطباء السودانيين، جميع الحضور من المستشفيات المصرية والمستشفيات السودانية في إطار التعاون ما بين الدولتين. هو الويبينار بتاع نوفمبر 2020 تم تعديله وتم تحديثه على أساس التجارب اللي دارت في فترة الكورونا الأولانية كلها، تم حذف بعض الأدوية وتم إضافة بعض الأدوية عشان نوصل للخدمة الطبية المرجوة ونقدر إن احنا نعدي من الأزمة دي بسلام. في تنسيق كامل من مستوى على مستوى وزارة الخارجية للتنسيق بيننا لتبادل الخبرات من ناحية وللاستفادة من التجارب وخصوصا الدول اللي سبقتنا. النهاردة الحقيقة احنا في يعني تبادل الخبرات بيننا وبين الجانب السوداني كجزء من اكمال سلة تبادل الخبرات ديت. احنا كان الهدف ان احنا بنشرح للجانب السوداني البروتوكول المصري، نتبادل الخبرات مع الاطباء في السودان، طرق التعامل مع الحالات، ازاي تطبيق البروتوكول المصري وازاي قدرنا الى حد ما الحمد لله نتائجنا كانت ناجحه جدا مقارنه بالدول الثانيه كتير. فدي سلسله من اللقاءات ما اظنش انها هتقف يعني دلوقتي، لكن هتكمل بعد كده تاني اكيد مع دول ثانيه. اتكلمنا برضو في نقط كتيره على المضادات الجديده للالتهابات اللي احنا بنستخدمها في البروتوكول المصري. استخدمنا وشرحنا برضو استخدام البلازما وهي دي ما زالت تحت الدراسة في مصر، وطرق استخدام البلازما وازاي هنستخدم البلازما ونستخدمها لمين، وشرحنا لهم برضو نقطة مهمة جدا ازاي يحصلوا على البلازما من مريض المتعافي في السودان. شرحنا كل ده وتكلمنا برضو على نقط كتيرة بالنسبة للقاحات واستخدامات اللقاحات وازاي نحصل على اللقاحات. فكان تعاون مثمر بيننا وبين الجانب السوداني اللي هم يعني بنعتبرهم جزء من النسيج المصري، فاحنا والسودان نسيج واحد واحنا دايما متواصلين معاهم زي ما متواصلين مع كل الدول العربية.